هاي يا بنات، انا جيسي محمد، بعمل فيديوهات عن العناية بالبشرة والشعر والميك اب والجسم وكل حاجة. تمام، وفي فيديو النهاردة ان شاء الله هقول لكم على انواع كريمات مخصصة لترطيب الايدين. ترطيب الايد ترطيب عميق جدا طبعا، بما اننا بقى خلاص احنا بقينا في فصل الشتاء، وهتعجبكم جدا 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 بجد، وهتجيب افكت مع ناس كتير قوي. تمام، فلو انتم مهتمين بالفيديو كملوا الفيديو لحد الاخر، ولو انتم اول مره بتشوفوا القناه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش لو الفيديو ده عجبكم تعملوا لايك كبير. ويلا بينا نبتدي. اول كريم معانا يا بنات هو الكريم ده من بيز لاين. تمام، الكريم ده ده مرهم بشمع العسل. تمام، مفهوش اي عطور، وده عشان خاطر يناسب البشرة الحساسة. تمام، اللي يعني بتتعب من العطور او اللي بيبقى فيها اكزيما عامة. تمام، اتفرجوا بقى على المميزات بتاعته وعلى الشغل اللي هو بيعمله. تمام، ده بيرطب ترطيب عميق جدا للجلد. تمام، عشان يمنع الجلد من ان هو يفقد الرطوبة بتاعته. تاني حاجة بيعملها ان هو مضاد للأكسدة وبيحمي من ضرر الأشعة بتاعة الشمس والعوامل الخارجية عامة. تمام، تالت حاجة بيعملها ان هو بيطري الجلد جدا عشان يرجع له الليونة بتاعته والنعومة بتاعته. تمام، الحاجة اللي بيعملها بعد كده بيساعد على علاج تجديد البشرة. تمام، البشرة يعني بتجدد نفسها. تمام، حلاوته بقى ان انتي ممكن تستعمليه في اي منطقة في الجسم، يعني ده تستعمليه على ايدك. تمام، تستعمليه على الرجل، يستعمل على بشرة الوجه. تمام، بس طبعا بشرة الوجه بيبقى عايز بشرة جافة جدا بقى، اللي هي بيبقى فيها قشور وتعمل قشرة كده. وتمام ماشي، لان هو ترطيبه عميق. ينفع تستعمليه على الكوع وعلى القدم، ينفع تستعمليه لأي حاجة، فتحفة جدا جدا جدا، انا برشحه جدا. سعره عامل 150 جنيه. تمام، الكريم اللي معانا بعد كده وهو الكريم ده. تمام، من بايو بالانس. تمام، الكريم ده للايد، بينفع للايد وللضوافر، لان طبعا مش كل حاجة معانا بتنفع للايد وللضوافر. تمام، فده بينفع للايد وللضوافر، واكتر حاجة بحبها فيه ان هو بزيت الارجان. تمام، بينعم وبيرطب الايد جدا. تمام، وبالاخص طبعا الايد الجافة ولو فيها تشققات بيعالجها برضو. كمان بيعالج لو في اي اسمرار في العقل بتاعت الصوابع. تمام كده، يعني بيعالجها وبيفتحها وبيرطبها كويس جدا. بس طبعا لو انت عندك سمار في العقل وراسي، فموعدكش ان هو ممكن يعملك حاجة. تمام، او ان هو يخفيها عامة، هو ممكن يحسن من مظهرها، لكن ان هو يخفيها خالص دي موعدكش بيها. تمام، طبعا الكريمات دي بنستعملها، الكريمات عامة بتاعة الترطيب، معاكي من 2 لـ3 مرات في اليوم. تمام، ده سعره عامل 158 جنيه. تمام، ده كده تاني كريم معانا. تالت كريم معانا وهو الكريم ده من براند سيباميد. تمام، ده كريم للايد وللضوافر. ماشي، بيرطب ترطيب عميق جدا 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 جدا. بينفع للايد الجافه قوي. تمام، وبيحميها لو البشره الايد حساسه. تمام، بيمتص بسرعه، مش بيسيب اي ملمس دهني. تمام، الميزه اللي فيه ان هو فيه بابونج وبنسنول، ودول عشان يهدوا البشره من اي التهابات. تمام، يعني بيهدوا البشره من اي التهابات اللي هي بتبقى بسبب الجفاف. تمام، بيحافظ على الضوافر وبيخلي شكلها صحي جدا، وبيحافظ عليها ان هي ما تتكسرش. تمام، الناس اللي هي ضوافرها بتتكسر بسهوله. تمام، في الونتين وفيتامين بي 5. تمام، وده عشان خاطر بيدي شكل صحي جدا للجلد بتاع الايد. وبيحمي. اكتر حاجه بقى احبها في البراند ده، تمام،
فكرة ان البراند كله بيلعب على ان هو بيحمي درجة البي اتش الطبيعية للجلد عامة ايا كان المنطقة بتاعة الجسم، يعني ده بيحمي درجة الحموضة الطبيعية بتاعة الجلد بتاع الايد، تمام، اللي هي 5.5، تمام. فدي اكتر حاجة بحبها، وهي دي اصلا فكرة البراند كله، تمام. ده السعر الكريم ده عامل 160 جنيه، ماشي. ده كده تالت حاجة معانا. رابع حاجة معانا وهو الكريم ده من افين، تمام. ده برضو ترطيبه عميق جدا جدا جدا، بيعالج الايد اللي هي شديدة الجفاف ولو فيها برضو تشققات. بيعالج بقى اكتر حاجة بقى ميزة فيه ان هو بيعالج الاكزيما، الناس اللي بيبقى مع تغير الفصول بيجي لها اللي هي الاكزيما في الايد كمان بالذات، مطرح بقى غسيل الايد بالصابون والجو ده بيعالج الاكزيما جدا، تمام. ترطيبه بيفضل 24 ساعة. حلاوته ان هو فيه مادة السكرال فيلت، تمام، ودي بتساعد على اعادة بناء الجلد، يعني بتبني الجلد من اول وجديد، تمام. وفي برضو جليسرين وفي شمع العسل، تمام، عشان خاطر يغذي البشرة، تمام. وبيعمل زي طبقة حماية كده على الجلد عشان يحافظ على رطوبة الجلد، تمام، وبيقلل من الحكة بتاعة الإكزيما وكده، وبيرطب البشرة جدا جدا جدا. وكمان اكتر حاجة ميزة فيه، ودي اصلا اللي براند افن مشهور بيها، ان هو في ماء افن الحراري، تمام، اللي البراند كله مشهور بيه اصلا، يعني البراند الوحيد، اول براند عمل منتجات بتاعته بالماء الحراري. وطبعا كلنا عارفين فايدة الماء الحراري للبشرة، تمام. فده فيه برضو الماء الحراري، تمام. ده سعره عامل 180 جنيه، ماشي. الكريم اللي معانا بعد كده وهو الكريم ده من براند توبي كريم، البراند ده مش مشهور قوي ومش واخد حقه مع انه كويس جدا. ده كريم برضو مرطب وبيغذي الايد وبيحافظ على الرطوبة في الجلد، تمام، وترطيبه عميق جدا وبيفضل 24 ساعة، و بي يعني بيرطب الايد اللي هي ترطيب اللي هي شديدة الجفاف، تمام. ده شكله، ده سعره عامل 150 جنيه، ماشي. آخر كريم معانا، تمام، وهو الكريم ده، تمام، من لاروش بوزي، ماشي. ده كريم برضو يعني بينفع للإيد برضو، الترطيب العميق جدا جدا جدا، حلو قوي، وبرضو بيحافظ على الرطوبة بتاعة الجلد، وبيعمل زي طبقة حماية كده على الجلد عشان يحميها من أي عوامل خارجية، وبيعالج برضو التشققات. ده سعره عامل 160 جنيه. بس كده، بكده يبقى الفيديو خلاص. أتمنى تكون الفيديو عجبكم، و هسيب لكم لينك الفيديو بتاع الحلقة اللي فاتت، تمام. كنت بتكلم عن أنواع المرطبات عامة للبشرة وللإيد وللرجل وكده، اللي هي الحاجات اللي هي الحنينة شوية، تمام. فهسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس، وهسيبه لكم في الايفون عشان اللي عايز يشوفه. وبس كده، لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وتشجعوني كتير كتير، واستنوني فيديو جديد تاني بإذن الله.